الأهلي البطل لا يعرف الهزيمة ولا يستهدف مراكز سوى الصدارة، ولذلك نجد أبطال المارد الأحمر في كل مكان وزمان، وللمنافسات الرياضية متعة في قوتها والظفر بألقابها. وما أجمل أن يكون النجاح متمثلا في زوج جمعتهما الكرة الطائرة في النادي الأهلي لتقودهما من الملاعب إلى عش الزوجية، هما محمد عادل ومايا ممدوح. حصد الثنائي العديد من الميداليات مع القلعة الحمراء في مختلف المنافسات، ولديهما العزيمة والإصرار على مواصلة تخطي التحديات والظفر بالألقاب. طائرة الأهلي رجال وسيدات دائما ما تحلق في سماء المسابقات المحلية والقارية بتاريخ حافل بالإنجازات، آخرها تتويج الرجال بالدوري والكأس والبطولة العربية الموسم الماضي، ويتصدر المسابقة المحلية في الموسم الحالي، فيما توجت سيدات الأهلي للكرة الطائرة بلقب الدوري بدون هزيمة منذ أيام قليلة، ويترقب الفريق إضافة لقب جديد خلال الشهر الجاري ببطولة كأس مصر. مسيرة مليئة بالبطولات المحلية والقارية لثنائي القلعة الحمراء، وتحديات وطموحات عديدة في الملاعب والحياة ليواصلان النجاح العملي والشخصي. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا زي ما شفنا وتابعنا معاكم من خلال هذا التقرير، منورنا في اول يعني فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده ثنائي النادي الاهلي في الكره الطايره، كابتن محمد عادل وكابتن مايا ممدوح، وكمان هم متجوزين بقالهم سنتين ونص. منورنا، صباح الفل عليك. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ يعني عاده اي اثنين متجوزين بيتقال ان في ما بينهم حاجه حلوه، وفي ما بينكم رياضه حلوه. الكره الطايره هي اللي جمعت ما بينكم في الاول، يعني اول لقاء حصل ما بينكم ازاي؟ كان اول لقاء ما بيننا كانت انا بقالي 5 سنين بلعب في النادي الاهلي، كنت منضم لنادي سموحه. مايا كانت لسه واخده البطوله الافريقيه للمنتخب الشابات، فدخلت هنيتها على الفيسبوك، فبدايه الكلام حصلت من هنا بقى. وساب الفريق كله دخل هناك انت بس وبالك. فبدايه الكلام حصلت من هنا بقى، تعرفنا على بعض. ما كنتش شفتها في النادي قبل كده؟ لا يعني كنت عارفها وشفتها من سواء انا كنت بلعب في سموحه او كنت بلعب في الاهلي، فلما جيت الاهلي الموضوع قربنا شويه. انا كان متابع من زمان يا مايا. ايوه خلي بالك، هو في سموحه كان قاعد بعيد بس كان متابع اللي بيحصل. مصدق جه الاهلي خلاص. وبالنسبه لك كان اللقاء الاولاني ده عامل ازاي بقى بعد طبعا مرحله التهاني التليفونيه ومن خلال الرسائل؟ كان يوم عيد ميلادي. اوبا اوبا، عمل ايه بقى في اليوم ده وقال قالها لك ازاي؟ لا هو جه كان عيد ميلادي، فطبعا جه جاب لي هديه وقال لي ان هو عايز يشوفني عشان يديني الهديه دي. أوكي. بس ده كان اول يوم شفنا فيه بعض. دي الدخله يعني. بالظبط. جميل. بقالكم 2.5 سنين متجوزين. هل في 2.5 سنين دول حصلت اي مشكله ناتجه عن ان انتوا الاثنين مجالكم واحد وبتمارسوا نفس الرياضه، وكل واحد فيكم بيبقى عنده تدريبات ومواعيد مباريات وبطولات واحيانا معسكرات، ولا مشي الحال؟ لا خالص، بالعكس احنا على طول يعني بنشجع بعض وعلى طول في ظهر بعض. يعني ما افتكرش ان احنا حد قبل كده حصلت له مشكله بسبب الفولي، بالعكس يعني الموضوع ده حلو قوي بالنسبه لنا، يعني مخلينا سند لبعض اكتر. انت شايف نفس الكلام برضو؟ هو فعلا نفس الكلام اللي بتقوله مايا، يعني هي عارفين ان انا بلعب رياضه فولي، يعني انا بلعب في منتخب مصر، وسواء مايا بتلعب في منتخب مصر، احنا كمنتخب مصر برضو بنسافر سفريات كتير بعد الدوري، يبقى عندنا حاجه زي اسمها الدوري العالمي، بنسافر بنلعب كل ثلاث ماتشات في دوله شتل، في معسكرات كتير، ما بنقعدش في البيت كتير. فلما جت فتره الكورونا قربنا من بعض اكتر، فما كناش بنقعد مع بعض كتير، سواء النادي ولا المنتخب بيبقى معسكرات، النادي بيبقى التمرين بس، سواء كان عندنا بطوله افريقيه بنسافر معسكر الله في فتره بنروح البطوله، المنتخب لا بيبقى طول الصيف قاعد في معسكرات وبطولات بره. فلما جت فتره الكورونا قربنا من بعض اكتر وقعدنا مع بعض كتير، فهي عارفه كعادل يعني انا نفسي ابقى قاعد معاه، بس حكم شغلي ورياضتي ان انا ببقى مسافر كتير. بتتفرجوا على مباريات بعض وبتقولوا لبعض ملاحظاتكم؟
طبعا اكيد يعني على طول ما اكون عندي اجازه او عندي تمرين بعد ماتشها بروح، او سواء بعد التمرين بتاعي بروح الماتشات، سواء هي برضو نفس الكلام انا على طول معاها ما بسيبهاش، بتفرج على ماتشاتها وهي متابعه ماتشاتي. اقوى ما في مايا كلاعبه كره طايره ايه؟ يعني ايه اللي بيميزها عن بقيه الفريق؟ جنبها عالي جدا بسم الله ما شاء الله، الجنب بتاعها عالي وبتضرب من نقطه عاليه، فدي الميزه بتاعتها. وانت يا مايا شايفه ان هي اقوى ما في محمد؟ البلوك بتاعه اكيد طبعًا. اكيد الجامب عادي مش محتاجين نتكلم يعني. هو مش محتاج، هو بس يشب الموضوع. البلوك بتاعه كويس قوي وايديه تقيله يعني في الضرب، ايديه جامده ما شاء الله. دي حاجه تخوف. مش حاجه تطمن ابدا، الايديه يعني. تقيله في الضرب. جميل. ويعني يومكم عامل ازاي عموما؟ يعني هل بيبقى في تمرينات يوميه بالنسبه لكم انتوا الاثنين؟ احنا تمريننا بيبقى كل يوم، هو يوم واحد بس اجازه في الاسبوع. انا يومي شويه عشان لسه في الكليه، فما بين المذاكره والكليه وما بين فنون تطبيقيه. جميل. ما بين بقى المذاكره وكده والتمرين والماتشات والمعسكرات. جميل. الكلام خدنا ودخلت انا في الموضوع على طول، نسيت اقول لك الف مبروك. الله يبارك يعني التتويج بالدوري، واكيد كان برضو مشوار التتويج اكيد بطبيعه الحال ما كانش سهل، انتوا بتلعبوا فرق كتير وفرق منها البعض منها فرق قويه. ايه اصعب اللقاءات واصعب اللحظات اللي عدت عليكم، وكمان التحديات اللي انت خضتيها انت وبقيه الفريق عشان في الاخر تتوجوا بهذه البطوله المحترمه؟ هو السيزون ده كان صعب شويه عن الباقي، لان ازمه الكورونا دي كانت بتاثر على الفريق، تاجيلات كثيره جدا، الفرق السنه دي اقوى من كل سنه، ممكن يعني بنبقى عندنا مثلا ماتش مهم، ممكن واحده مثلا من المهمين او اي حد من الفرقه بيتعب قبلها بيوم او بيومين، فده بيأثر على ان الفرقه ما تبقاش جاهزه في الماتشات اللي هو كلنا متجمعين. كذا ماتش حصل فيه كده السنه دي، بس كنا احنا قدها يعني، كنا بنقدر نشيل بعض ونعوض اللي مش موجوده وكده. جميل. ومحمد مش بقى السنه دي، بشكل عام يعني هل في مباراه معينه او بطوله معينه بالنسبه لك ما تتنسيش، او يعني مثلا كاس معين بجد ده اغلى حاجه بالنسبه لك؟ هما كان بطولتين عندنا، البطوله العربيه اللي كانت السنه اللي فاتت اما كنا بنلعب دور الثمانيه فرقه من عمان، الماتش خلص 3-2 لينا، ده كان ماتش صعب جدا، وقابلنا في قبل النهائي الاهلي البحريني، كان ماتش جامد جدا، كان الماتش يعني مش عارفين رايح فين، بس الحمد لله قدرنا نفوز عليه برضه 3-2، وقابلنا الزمالك في النهائي فسبناهم 3-0 الحمد لله. دي كانت اهم بطوله بالنسبه يعني اهم بطوله بالنسبه لنا كفريق النادي الاهلي للكره الطايره. والبطوله الافريقيه اللي كانت في تونس عام 2017 دي كانت بطوله جامده جدا، كان في ارض الترجي التونسي في صاله اسمها صاله الزواوي، دي الصاله الرئيسيه بتاعتهم في النادي نفسه. فكان عندنا في الدور التمهيدي كان عندنا الترجي التونسي، قدرنا الحمد لله نفوز عليه 3-0، الترجي هو بطل تونس هو والنجم الساحلي، فدي كانت اصعب بطوله كان فيها الترجي والنجم الساحلي، الحمد لله قدرنا نكسب الاثنين، كسبنا النجم في النهائي، تغلبنا عليه 3-1، كان عندنا اصابه محمد عبد المنعم كان عنصر اساسي عندنا، فالصاب عندنا جاله رباط صليبي ساعتها، فالفرقه كلها عندنا انهارت، وده ماتش بطوله، فالحمد لله قدرنا نفوز عليهم 3-1، دي اهم البطولتين اللي في حياتي في الكره الطايره مع النادي الاهلي. جميل. طب احنا بشكل عام يا مايا، يعني سيدات الكره الطايره، انا مش بس بتكلم على النادي الاهلي، بتكلم على مصر بشكل عام. احنا فين عالميا؟ الواحد بيقعد يتفرج مثلا على بطولات كره الطايره عالميه، بتلاقي شويه فرق وخصوصا يعني الفرق الاسيويه وبعض الدول الاوروبيه، ايه ده يعني بتلاقي مطحنه مش مباراه عاديه، احنا فين عالميا من كره الطايره؟ احنا بس الفكره ان احنا حتى لما احنا الحمد لله بناخد افريقيا خدناها كذا مره، ما فيش ان احنا ما بنتاهلش لكاس عالم انديه، فاحنا بعيد يعني، احنا حتى لما بنبقى اول افريقيا بعيده اصلا عن العالم. حلو. ليه بقى احنا بعيد، وايه اللي لازم يتعمل عشان نقرب؟ لا مش عارف يعني، هل هي مشكله امكانيات، هل هي يعني قدرات؟ هو ممكن تصنيف اكتر حاجه، لان احنا من زمان قوي في مصر يعني افريقيا هو التصنيف، احنا بعيد، مفيش حد بيتصنف في الاولمبياد، هي فرقه واحده تبقى برضو التصنيف بتاعها مش عالي. طب نفس الكلام، هي المشكله بالنسبه للسيدات عندهم التصنيف بتاعهم، هم يعني في افريقيا يعني على طول بياخدوا يعني ممكن يكون مره ولا اثنين او ثلاثه، انا مش متابع السيدات قوي، خدوا البطوله الافريقيه، عندهم كاميرون جامده، كينيا كاك جامده، يعني هم دول ما خدناش ولا بطوله افريقيا، فهم دول اللي مسيدين افريقيا سواء كينيا ولا كاميرون،
فهم دول اللي بيسافروا على طول بطولات العالم ولا سواء الاولمبيات، فهم دول اللي بيروحوا. سواء احنا في الرجال الحمد لله احنا كسبنا 7 سنين على التوالي البطوله الافريقيه، لعبنا بطولات عالم كتير، رحنا اولمبيات، رحنا اولمبيات كانت اخر مره كانت 2016 في ريو دي جانيرو في البرازيل. في افريقيا الحمد لله بنكسب افريقيا، بيبقى النهائي بيننا وبين تونس، ومعانا الكاميرون والجزائر، دول اجمد 4 فرق في افريقيا يعني. فلا احنا في الرجال الحمد لله متصنفين يعني، احنا كنا لسه شايف حتى قبل ما اجي احنا متصنفين 18 على مستوى العالم. بس احنا كمان احنا عندنا احسن من كده يعني. احنا السنه اللي فاتت كان عندنا كاس عالم في اليابان، كسبنا ايران بطلة اسيا، كسبنا كندا، وكسبنا فرقه ثانيه بس قويه. بس احنا يعني احنا كفريق كره طايره محتاجين بس اهتمام اكتر، كمن الاتحاد تدعيم اكتر، كمعسكرات اكتر مع المنتخب، محتاجين يعني شغل كتير. فاحنا عندنا في مشاكل في الاتحاد كل شويه بيتغير، مفيش اتحاد ثابت لحد وقتنا هذا، فهو دي مشكلتنا يعني. فان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل بالنسبه للكره الطايره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هل فكرتوا انتوا في كره الطايره برضو في زي كره القدم كده فكره الاحتراف في الخارج، ولا ده ما بيحصلش قوي في الكره الطايره؟ لا هو في احتراف كده. في احتراف كتير. كان عندنا احمد صلاح محترف في تركيا وسافر روسيا، عندنا عبد الله عبد السلام محترف في احسن دوري في العالم في ايطاليا، عندنا محمد عمنا محترف برضو في ايطاليا، في احتراف كتير. بس احنا دلوقتي في مصر برضو يعني في احتراف يعني. احنا كان يعني كلاعيبه كره طايره في مصر يعني الدنيا اتغيرت عن الاول. داخلي اكتر ما هو خارجي. يعني انا كمحمد، انت كنت في سموحه وجيت على انا كمحمد عادل، انا بلعب في منتخب مصر من 2013، انا عندي دلوقتي 27 سنه. فانا كنت بلعب في المنتخب الاول وانا عندي 16 سنه صعدت منتخب اول. انا لا بادئ كره طايره بدايتي كانت من 2008، في اخر 2008 دخلت منتخب الناشئين وانا في 2009. فكان جاي لي عقود بره، بس انا كمحمد كحكم ان انا يعني والدي ما يعني والدي تعبان ربنا يشفيه، فانا قاعد معاه، فوالدتي برضو، وانا بصراحه كمحمد اول واحد نفسه يحترف. بس انا يعني ايه، فان انا في مصر مرتاح يعني. احنا عندنا النادي الاهلي يعني، في النادي احنا عندنا يعني كره طايره احتراف، مش لعيب محلي طبعًا. يعني احنا بنشارك كاس عالم الانديه وبطولات افريقيا، فالحمد لله احنا في كره الطايره في النادي الاهلي، ويعني ابطال افريقيا الحمد لله 3 مرات على التوالي. انت كده بالنسبه للتفصيله دي بصفه خاصه انت في امان يعني، مش هيفكر في موضوع الاحتراف. لو جاله عقد مثلا من اسبانيا ولا ايطاليا خلاص فرصه انه يروح تكاد تكون معدومه. ولا الصراحه بيفكر سعيد، بس هو برده قرار صعب ان احنا نسيب الاهلي الصراحه يعني. طب لو الوضع معكوس، لو مايا هي اللي جالها مثلا عقد احتراف، مايا ممكن تطلع مايا. اوكي. بس انا كان جاي لي السنه اللي فاتت، كان اخر موسم ليا السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي، فكان جاي لي عقد من كوريا، فعقود في كوريا ما بين في اسيا في كوريا يعني عموما. كره الطايره زي كره القدم هنا عندنا برضه لعبه شعبيه وجماهيريه. لعبه شعبيه يعني. هناك ولعبه جماهيريه وسبونسر، ويعني حاجه هناك حاجه جامده جدا. فكان جاي لي، فالكابتن محمد مسلح اتكلم معايا، كان محتاجني، قال لي محمد انت لازم تقعد معانا ومحتاجينك. فانا رميت العقد، وما جت موضوع الكورونا برده ما فكرتش في العقد خالص، فكملت في النادي الاهلي وجددت عقد في النادي الاهلي. فعندي النادي الاهلي هو يعني اهم حاجه دلوقتي. اللطيف في الموضوع ان محمد برغم وعده في القاهره في الفتره الاخيره، لكن لسه محتفظ باللكنه السكندريه. طلعت ولزلت ولعبنا وكسبنا وحاجات زي كده. بتفسحها في اسكندريه ولا ايه النظام؟ باخدها بتفسح، ننزل كده على البحر. معاك الواجب وياكلك سمك وكده ولا ايه؟ بس في اسكندريه. بس في اسكندريه. بس في القاهره بحكم ان انا يعني تمرين على طول صبح وليل، فما بنخرجش كتير يعني، من بيت للنادي ومن النادي للبيت، وهي كليتها فالصبح بتبقى في كليتها. طب انت من النادي وبالنادي للبيت وهي في كليتها وما بين تمريناتها، طب اخبار المطبخ ايه في الجوازه دي؟ بتاكلك ولا العمليه كلها علب تونه ولا ماشيينها ازاي؟ لا 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 بتاكلني بصراحه لما اكون فاضي يعني. بتاكلني طبخها شاطره يعني؟ يا اما انا بطبخ. انت بتعرف تطبخ؟ لا بعمل رز بس. من الثقه اللي قال لي بيها. لا هي بتبقى متبله البانيه او سواء البانيه ولا الشيش تاوك ولا لا. انت بس تعمل الفينيش. بعمل انا الفينيش بس. انا بعمل الرز مفيش مشكله. زي الفل زي الفل. بتفكروا في ايه بعد كده؟ لان بطبيعه الحال اكيد زي اي رياضه بيبقى في حد اقصى للسن للممارسه.
انا ما اعرفش يعني اكبر اللاعبين سنا مثلا اللي لسه مستمرين في اللعب لغايه النهارده بيبقى تقريبا متوسط سنهم قد ايه؟ احنا عندنا بسم الله ما شاء الله كابتن اشرف ابو الحسن معد نادي سموحه، هو كان لاعب في نادي الزمالك اتنقل لنادي سموحه بسم الله ما شاء الله 46 سنه ما شاء الله. فحسب كل واحد وجسمه، كل واحد وجسمه وقدراته كل واحد يعني ايه يعني في سن معين لحد دلوقتي. بس عموما هل بتفكر في الـ في الـ في الـ في الـ الفكره دي في حد ذاتها، فكره ان في مرحله ما اكيد هتعتزل او هتبطل لعب، طب هعمل ايه بعد كده؟ هل فكرتوا في حاجه زي كده؟ اتكلمتوا فيها؟ انا كمحمد انا بلعب في شركه اموك البترول، في دي بلعب فيها من 2015، فبنلعب فيها دوري الشركات. تمام. فلما التعيين بيتفتح انا كان عندي تجنيد من فتره لحد وقتنا هذا ما خلصتوش لسه في الكليه، فكان انا واحد زميلي اسمه مصطفى كنا متعينين في الفتره دي، المفروض الورقنا يخش عشان نتعين. فصاحبي اتعين وانا لسه ما اتعينتش، فمستني لما اخلص التجنيد بتاعي فان شاء الله الدنيا تفتح والتعيينات ترجع تانية وان شاء الله بتعين. ده كان ده هدفي بعد الرياضه، وفي التدريب بتاعي يعني. فاحنا دلوقتي احنا في عصر احتراف في الكره الطايره، ولا سواء الكره الطايره ولا الباسكت، ده معناها مزيد من فرص العمل حتى لو كان بعيدا عن كونك لاعب يعني. ففي حاجات في مجالات كتير يعني. فان شاء الله يعني انا اللي في دماغي دلوقتي ان انا اخد بطولات كتير مع النادي الاهلي، عشان الفرصه دي مش هتيجي تاني، ان انا اعمل انجازات كتير واحقق اكتر بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله. الله باذن الله بتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. محمد ومايا نورتونا ومبروك الدوري وان شاء الله المزيد من النجاحات والانتصارات الفتره ان شاء الله. بشكركم على وجودكم معانا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.